هناك سؤال يقول: من منطلق الدين والإيمان والعقيدة ونحن على عتبة انتخابات مجلس الشورى، ما المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها كل مواطن، وما الأمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار المرشحين؟ على كل حال، ينبغي أن نعلم أن البناء ليس بالسهل. في بعض الأحيان تعلو أصوات للمحاسبة والمطالبة بالحقوق لإزاحة فلان أو فلان من الناس، ولكن عندما يطالب هؤلاء المطالبون بالنزول في الميدان لا يكون الأمر يسيرا، لأن الأمر يتطلب جدا ومثابرة وأمانة وعلما. ولذا هنا يأتي وقت العمل ووقت الجد، وينتهي وقت الكلام، وهذه فرصة فيما تصور، وهذا أمر نكبره ونقدره لأصحابه، حيث أعطي مجلس الشورى مع مجلس الدولة أيضا مشتركا بينهما صلاحية تشريعية ورقابية، وهذا من المصالح حينما يوجه التوجيه السليم وينتفع به كما يجب. ولا يتم ذلك إلا بأن يكون الأعضاء الذين يمثلون الناس مؤهلين للقيام بالمسؤولية. وشرط تولي هذه المسؤولية إنما هو الكفاءة، وكذا أي مسؤولية أخرى. والله عز وجل أشار إلى هذا الأمر في كتابه، ففي قصة يوسف عليه السلام أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ والعلم، وهو معنى ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع المرأة: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة، فلا بد من وجود صفة الأمانة، والأصل في صفة الأمانة أن تكون نابعة من إيمان صادق بالله عز وجل، من استقامة في القول والعمل، لأنه كما تقدم إذا لم يكن هناك عقيدة راسخة في النفس فإن الهوى سيتغلب عليها وسيوجهها للسعي لمطامعها الشخصية، فيسيل اللعاب حين تعرض المغانم وتنسى عندها المغارم. ولذلك لا بد من توفر هذه الصفة، ثم القدرة على القيام بحق هذه المسؤولية حسب اختلافها، وتلكم قوة علمية بالمعرفة بكيفية ذلكم العمل أو المسؤولية. فليس كل من كان على دين أو صلاح مؤهلا لتبوي كل مسؤولية، فهناك
أناس لديهم معرفة بالتخصص الذي يمارسونه والمجال الذي يتعاملون معه، فهؤلاء هم المقدمون. ومن كان على جهل بذلك فلا، ولو كان على صلاح. ولا بد أن يكون على دراية بكيفية التعامل أو المطالبة بتحقيق ما يدعو إليه، بأن يكون، وخاصة فيما يتعلق بمجلس الشورى، أن يكون على معرفة بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، على معرفة بظروف الناس وأحوالهم، على اختلاط بالناس جميعا الذين يمثلهم شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، الجميع، ولا يمثل طائفة من الناس، حتى يسعى في مصالح هؤلاء جميعا، ليمثل هناك صوتهم وليس صوت نفسه. وبهذا يؤدي أمانته. وينبغي أن يعرف أيضا كيف يتعامل مع الواقع، كيف يتكلم، كيف يعرف وجهة نظره، كيف يقنع الآخرين. لا شك أن هذا يتطلب أن يكون ذا معرفة علمية وثقافة وصفات اجتماعية تؤهله للتعامل بحكمة مع المسؤولين الآخرين ومع بقية الأعضاء، وغير ذلك من الصفات في القيادة. وإنما على الناس أن يراعوا هذه الشروط أو هذه الصفات حين يختارون من يختارون لتمثيلهم، أن تسيطر المصلحة العامة على المصالح الفئوية الخاصة. ينبغي أن يكون الناس من الوعي أن يدركوا هذا، لا أن يرشحوا فلانا لأنه من قبيلتهم، ولا أن يرشحوا فلانا لأنه من الأغنياء، ولا أن يرشحوا فلانا لأنه أعطاهم شيئا من المال أو الدرهمات أو غداهم أو عشاهم في تلك اليوم الانتخابات أو قبله بيوم، وإنما ينبغي أن يكونوا مقتنعين به، عارفين لشخصه، يتوخون فيه أن يحقق مصالحه العامة. ولذلك هذا كله يصب في مصلحة الوطن، ليس لتحقيق مصالح البلد فقط كقرية أو مدينة، ولكن هناك واجب أكبر من ذلك حين يكون هناك مسؤولية تشريعية، مسؤولية رقابية في أمور لا يطلع عليها عامة الناس ولا يتصورونها. فهذا يتطلب مزيدا من الإدراك والاطلاع والثقافة ومعرفة مجريات الأمور وخفاياها، كما قدمت، من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الداخلية والخارجية. لا أقصد بذلك أن تكون هذه الصفات تعجيزية، أتقول من هذا يتصل بهذه الصفات، ولكن على كل حال يراعى الأصلح. إن لم يوجد من يتصف بهذه الصفات كلها، فعلى الأقل من يتصف في أغلبها، ويكون أكثر حظاً من غيره، ما أقول للفوز بهذا المنصب، وإنما للابتلاء به، نسأل الله العافية. أما أن يكون شخص يسعى إليه ويحرص عليه، يخشى عليه أن يكون ساعياً لأجل مغنم، وإلا في الأصل أن المرأة يدفع عن نفسه الفتنة،
لأنه كما تقدم قبل أن يكون مغنما هو مغرم. وقفوهم إنهم مسؤولون. كلمة مسؤول كما كرر دائما اسم مفعول من إيش؟ من الفعل سأل، فهو مسؤول. الناس اليوم يسعدون بهذه الكلمة، قالك من كبار المسؤولين ما شاء الله. يعني كلمة كبار المسؤولين ستسأل عند الله عز وجل. الله تعالى يقول وقفوهم، ما هاجة يروح يدخل يقول لا أول شيء تعال حساب هنا. وإذا تحقق سؤال إذن لابد من تحقق جواب، ما سؤاله بس لابد من جواب. وما هي مهزلة بين يدي الله عز وجل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا شيء علاقة حميم بحميم أو قريب بقريب، ولا شفاعة ولا فدية ولا قوة أو جيش ينصر أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماشي ملك، ماشي رئيس، ماشي وزير، ماشي غني، ماشي فقير، كل واحد وحده وحده يدافع عن نفسه. ماشي محامي، ماشي فلوس، ماشي شيء. على الإنسان أن يضع نصب عيني هذا. واختيار المرشح الكفء هي أمانة أيضا، هي أمانة. على الناس أيضا أن يقوموا بحقها، يعطي صوته لمن يحقق المصلحة، ويكون متصفا بالصفات التي سبق ذكرها، وإلا فلا يحمل نفسه فوق طاقته بحيث يكون سببا لظلم أحد أو تعديه على الحقوق فيحاسب على ذلك، مع أنه لم يجني شيئا في الدنيا ويبيع دينه بدنيا غيره. نسأل الله العافية.